مساء الخير من صفحة حالة الطقس في لبنان باي أصيل جابر. في هذا الفيديو القصير سنتطرق وإياكم إلى آخر تطورات أعصار شابيلا الذي سيضرب مناطق من شبه الجزيرة العربية في الساعات القليلة القادمة. كما تلاحظون أمامي على الشاشة هناك عين الأعصار وهي تبرهن عن الأعصار كما تلاحظون على الشكل التالي. الأعصار الآن تقريبا بالقرب من جزيرة سقطرى على بعد ما يقارب 350 كيلومتر عن السواحل اليمنية. وفي التفاصيل أكثر سنتطرق إلى كمية الأمطار المصاحبة للأعصار التي سوف تكون غزيرة جدا طبعا طوفانية، حيث من المتوقع أن يتساقط ما لا يقل عن 200 إلى 250 مليمتر من الأمطار. طبعا الأعصار ما زال يتجه غربا ويصبح في الساعات القليلة القادمة أكثر كثافة وأكثر قوة. وفي هذه الأثناء سنرى خط الأعصار وهو بدايته كما نلاحظ هنا من وسط بحر الغرب. في هذه الأثناء كما ذكرنا أنه بالقرب من جزيرة سومطرة، أي يضرب جزيرة سقطرة عفوا على بعد 350 كيلومتر من السواحل اليمنية. وها هو خط سير الأعصار الذي سيدخل السواحل في الساعات القليلة القادمة، في 24 ساعة القادمة. وكما نلاحظ سرعة الرياح القوية هنا في اللون الأورنج أو اللون الأحمر هذا، وهذا ما يشير إلى أن الأعصار سرعة الرياح التي سترافق الأعصار سوف تزيد عن 200 كيلومتر في الساعة. تحرك الأعصار كما تبين الشاشة هنا أنه ما يقارب 17 كيلومتر في الساعة، يعني في طريقه إلى الجزر إلى السواحل اليمنية 17 كيلومتر في الساعة. وهنا أيضا نلاحظ كمية الأمطار الهائلة التي يحويها عين الأعصار، والتي كما ذكرنا هي قد تزيد عن 200 أو أكثر، طبعا لا يحدد بشكل دقيق هذا إلا بعد انتهاء الأعصار، ولكن ما يقدر ب 200 مليمتر خلال ساعات قليلة سيتساقط الأمطار، مما يؤدي إلى فيضانات عارمة وطبعا اقتلاع كل ما هو غير ثابت بسبب سرعة الرياح التي قد تتخطى كما ذكرنا أيضا 200 كيلومتر في الساعة. طبعا قوة الأعصار سوف تكون قوية جدا بين الجزيرة، جزيرة سقطرة والسواحل، حيث أنها عندما يدخل الأعصار البر اليابسة يصبح الأعصار أقل وأقل قوة طبعا، ويتوقع أن يتلاشى الأعصار تدريجيا بعد دخوله اليابسة ببضعة ساعات. أتمنى أن يكون هذا الفيديو فاد المستمعين. شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.